ومع ارتفاع درجات الحرارة، فهيئة الأرصاد بتقول لنا إن ذروة ارتفاع درجات الحرارة هتكون يوم السبت أول يوم رمضان فلكيا، وهتصل درجة الحرارة في القاهرة ل 36 درجة وجنوب البلاد ل 40 درجة. بالرغم من ارتفاعات درجات الحرارة، لكن في نفس الوقت ناشدت هيئة الأرصاد المواطنين بعدم المبالغة في تخفيف الملابس وعدم الانخداع بالارتفاع في درجات الحرارة اللي بتشهدها كافة أنحاء الجمهورية، وخاصة وإن الأجواء باردة ليلا وشديدة البرودة في الصباح الباكر. أكد الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لليوم السابع إن الفرق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يصل ل 15 درجة، وقال إن تخفيف الملابس لابد أن يكون بشكل تدريجي وعدم اللجوء للملابس الصيفية بسبب برودة الأجواء ليلاً. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير لطقس مائل للحرارة نهارا على الوجه البحري والقاهرة، ويظل باردا في فترات الليل والصباح الباكر، وتميل درجات الحرارة إلى الارتفاع خلال الأيام القادمة، وأن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة هتكون يوم السبت اللي جاي أول أيام رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير وبصحة وسعادة دايما يا رب، وتصل فيها درجات الحرارة ل 36 في القاهرة ليكون الطقس شديد الحرارة. سبب ارتفاع درجات الحرارة أو الموجة الحارة هو وجود رياح جنوبية شرقية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، ورياح قادمة من الصحراء الغربية تجلب معها كتل هوائية ساخنة. أما عن خريطة الظواهر الجوية فكشفت عنها هيئة الأرصاد أيضا حتى يوم الاثنين اللي جاي، وده هيكون ثالث أيام رمضان. كل سنة وحضراتكم بخير، وتشهد البلاد ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد في فترات الليل وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء. إذا مع ارتفاع درجات الحرارة هتكون الظواهر الجوية المؤثرة على مدار الأسبوع هي وجود الشبورة المائية، كما أننا مع نهايات الأسبوع سنتعرض إلى ارتفاع في درجات الحرارة بدءا من يوم الجمعة والسبت، حيث ستكون الأجواء شديدة الحرارة أو أشبه بالأجواء الصيفية، ولكن الأمر الجيد هو عدم وجود رطوبة وسط أجواء الأسبوع المقبل. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذه التغطية عن أحوال الطقس المتوقعة خلال هذا الأسبوع. كل سنة وحضراتكم بخير وصحة وسعادة يا رب دايما، وألقاكم على خير. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.